على طاري الكابتن هشام محمد ما عنده تجربة تدريبية. أنا تكلمت يعني لا يزعل كابتن هشام، هشام كنت أتمناه يبقى كإداري مثل ما كان في نادي الجولان مدير فريق، كنت أتمنى أن يبقى اسم هشام كبير، لكن دخول عالم الكرة والتدريب صعب للغاية. يعني أنت الآن ستشوفني أنا اللي كنت يمكن من أول المدربين اللي دربنا احنا في 2009 اليوم خارج عمل تدريبي، لأن صعب تحصل. هشام دخل من هاي البوابة مع علي رحيمة اللي أيضا هم انتقدوه، وأنا واحد من الناس، أنت كابتن بالمنتخب على حيدر وكابتن في نادي القوى الجويه، لكن ما عندهم فرصه، يريدوا يدخلون عالم التدريب من خلال هالفرصه، وكثير من المدربين كمساعدين دربوا فرق عملاقه، فانا اشوفه حق شرعي لهشام ولا علي رحمه كمساعد. المدرب ما عنده تجربه تدريبيه راسا يجي لا لا, لا 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 طبعا مو طبيعي، لا هو مو طبيعي. اختيارات يعني اختيارات اداره واقتناعات يعني هم بهم، ولا اكو حتى اكو غير عندي هم ايضا مدربين ما مدربين او ما عندهم شهاده جوي عملوا. بعد عليك فيتو بالزوره؟ يس.